وبالنسبة لرمضان في المغرب ما كاينش بحالو، رمضان غزال بطقوسه بعاداته بكل شيء ليه، غزال بزاف بزاف. دونك انا معروفه ما كنرتاحش غير في غير في المغرب في رمضان، فريمون داكشي اللي كنديروا في رمضان وعاداتنا وتقاليدنا ما كتكونش كاينه بحالها في بلاد اخر، لذلك كنفضل ان يكون في المغرب في رمضان. كاين مهرجانات اللي احنا في طور النقاش معاهم ان شاء الله في المغرب، وكذلك عندي حفلات خاصه مناسبات ان شاء الله خارج وداخل ارض الوطن. غيكون الصيف ان شاء الله مشارجي ومليء بالمفاجات والاغاني والحصريات والجديد والحفلات ان شاء الله، وكنتمنى اي حاجه نديروها تنال استحسان الجمهور ديالنا. ويلي ويلي على الباك. الباك شوفي انا من الناس اللي كان جاهم الباك صعيب، والوالده كانت كتحلف عليا كل عام، تحلف عليا الا سقطتي غتاكلي العصا. انا كنت خوافه، كنخاف من الوالده. مازال الوالد كان خفيف علينا وما كي ولا زال يعني ظريف وهذا، مي ماما شويه صعيبه، فكنت كنحسب لها حساب وكنقول ناري خاصني ضروري انني ننجح بيديا اللي كان لازم انني ننجح. فالحمد لله ربي ما كيخيبنيش، وان شاء الله المهم نفوت ديك تسعود وداك الشيء وربي كبير. ما كاين، كانوا كيقراو معايا المسمومات مع احترامي، غتشوفوا هذا الفيديو اللي كنتو كتقرا معايا، ولكن كانوا معايا دوك البنات اللي دايرين الزيف والمسمومات ما تعطيكش النقله. ولكن جات معايا واحد النهار فاش درنا الوطني، كانت قدامي واحد البنت الله يعمرها دار، وكان كان عندنا الفلسفه، وانا الفلسفه شويه ما عنديش معاها، داكشي علاش ما عنديش مع المتفلسفين حيت ما كانش عندي معها. ومسكينه الصراحه حطتني كل شيء وكتبت لي كل شيء وداز كل شيء على خير. كنقول لهم الله يوفقكم والله يكون معاكم، وانا كنعرف الخلعه ديال الباك ما كاينش بحالها، ما كاينش ليها مثيل، فالله يوقف معاكم ان شاء الله ويسهل اموركم. وكنتمنى ما يغشوش، لانه هذه المره داكشي مصعبينه اللي لقاو كيغش يدوز في المحكمه وغيره، دونك الله يوفقكم ان شاء الله ويكون سهل عليكم كل شيء ان شاء الله. ايوا اختي انا لقبوني الناس، ما كنلقبش راسي، الحمد لله تسافرت جلابه مرحبا بها. اي حاجه زوينه للبلاد، اي حاجه كنبينوا صناعه التقليديه ديال بلادنا، كل جلابه كتكون مختلفه على الاخرى بالخدمه ديالها بزاف ديال الحوايج. انا تلاقيت مع بوليسي في المطار قال لي سطاتي ليا المراه كل نهار تسنى جلابه اللي غتحطي. دونك حاجه زوينه، بالعكس حاجه كتكون مميزه. كاين اللي معجبهمش الحال جاهم السم حيت ما كانش عندهم جلالب، عندهم جلابه دابا قرات صوروا جبا ولا جوج جاهم السم، ولكن انا هي انا بالجلالب اللي بغيتها كنديرها، اللي طاحت ليا في راسي تنديرها، والحمد لله الناس عجبهم الحال وكل نهار تتسناو الجلابه اللي غنلبس، وكانوا دي فوتو مع غزال كذلك وهذا عجبوا الناس الحمد لله. شوفي انا يشبهها بدنيا باطمه، لو كان كتشبه الدنيا باطمه ما غاديش تغيب على السوشيال ميديا، بالعكس نبغيها تكون قويه ما يهزها حتى شي واحد كما كان نوعه. البنت قالت لي في قلبها حتى حنا كيوصلونا دي كادو من عند امراء، كيوصلونا دي كادو من عند ملوك، الناس كنشوفوهم حتى في مكه كي في الطواف وهذا كي يبقاو يدعيو معنا، حاجه عاديه. معليش ما عرفتش هاد الناس لاش باغين يوصلوا، حشومه هي باقا صغيره، وبالعكس قالت لي في قلبها على لسانها، بالعكس هذيك انسانيه، ويمكن ما كانش خاصه تعطيهم اهميه اصلا، ديرهم بحال ما كاينينش باش نيت تكمل حياتها وتكمل في طريقها. كنقول لها الله يهدي ما خلق، وبالعكس نبغيو نشجعوا بعضياتنا، الصدقه يكون في سميتها ولا في سميت غيرها ماشي شي حاجه عيبه، بالعكس. فكنقول الله يهدي هاد الناس، وحتى هي تكون انسانه قويه اللي قالت الحاجه تكد بها وما تديها في حتى شي واحد، وتكون رزينه وما تهزها حتى شي حاجه، هادشي اللي بغي نقول لها.
بالنسبة للأغاني إن شاء الله كاين بزاف ديال الأغاني، كاين أغاني يمنية، خليجية، عراقي، لبناني، مغربي، راي إن شاء الله غيكون متواجد. بزاف ديال الأغاني اللي غادي ينزلوا، كاين من ضمنهم إن شاء الله أغنية وطنية، ما بغيتش نحرق المراحل، أغنية رائعة على مدينة جوهرة الصحراء إن شاء الله الداخلة. فكنتمنى أنهم يتنزل أغنية تنال استحسان الجمهور الصحراوي الحساني وتنال استحسان الجمهور المغربي عامة إن شاء الله. ما بغيتش والله العظيم، ما بغيت حتى يقولها لي راسي، حيت كنشوف انا كفنانه كمغنيه انه سينجل هو اللي كينجح، وسينجل مصور، وكذلك سينجل اللي كيكون على شكل كيتكتبوا لي لي مو الكلام ديال الاغنيه، ودي فوتو كيديروا يدوزوا سيشن تكون جديده حتى هي زوينه. دونك هذه الفكره اهم واحسن من 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 البوم. أنا نزلت ألبوم في 2014 والحمد لله كانوا أغاني في المستوى طربية بامتياز، وكيبقى واحد الريبرتوار، يعني الريبرتوار عندك. فعندي 16 أغنية وغير هذا سينجل اللي بزاف بزاف بزاف، فكان فضل أنا لسينجل اللي مصورين أهم بالألبوم، ولكن كانوا عند الجمهور أنه غادي يكون ألبوم إن شاء الله نهار اللي غيضرب في راسي. عندنا ان شاء الله حفل، غادي يكون حفل ساهر ان شاء الله بمدينه اكادير ونواحيها. كنتمنى من الجمهور المغربي انه يشرفنا، غتكون نايضه يا ناري. وغادي يكون مجموعه من الفنانين الكبار، طبعا الفنانه لطيفه رأفت، الفنان دوزي، غتكون شاخده ان شاء الله، وغيكونوا مصممات من جل المغرب، وكذلك غيكونوا الصحافه المغربيه مرحبا بهم، وان شاء الله تدوز حفله غزاليه ان شاء الله. الفنانة لطيفة رأفت من الفنانات الغزالات تبارك الله، ومن أهرام الأغنية المغربية، فكنقولها مبروك عليك، الله يكمل عليك بالخير، وتكون ولا يكون من الذرية الصالحة يا ربي، واخا أنا كنشك أنه ولد ما عرفتش علاش، حيت هذا عام الأولاد أكثرية العيالات والدين ولاد، فكنتمنى لها يا ربي أنها تكون وليد ولا بنية اللي كان على طاط الرحمن تكون الصورة المكملة، هذا أهم شيء إن شاء الله. الناس ديال بالبريس كنحماق عليكم، وتابعوا حصرياتي دائما على هذا الموقع الزوين. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس وتبارطاجيو مع صحابكم.